يا صباح الخيرات، مرة جديدة. التغير المفاجئ بدرجات الحرارة والأمراض يلي عم تنتشر عم تخلي أجسامنا ضعيفة نوعا ما، وبحاجة كتير كبيرة للدعم المناسب لحتى نقدر نحن نحصن جهاز مناعتنا، نتفادى الفيروسات والجراثيم، وقدر الإمكان نقلل روحتنا للطبيب. والحل الأمثل بالغذاء الصحي المتوازن. 100% يا ورد، هذا الكلام صحيح. وأكيد بعد التعافي نحتاج لتدعيم جهازنا التنفسي من خلال غذائنا الصحي. اليوم ضمن فقرتنا التغذوية رح نحكي عن الأغذية المهمة لصحة الجهاز التنفسي، واللي طبعا بتساعدنا لحتى نحن نقي أجسامنا من التعرض للالتهابات. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. يعني فعلا الغذاء بيدعم جهاز المناعة جدا، وخاصة مع فترات الحرارة يلي عم تكون فيها متدنية. أكثر الأمراض هي أمراض تنفسية، أمراض صدرية أو جهاز تنفس علوي. في أكلات معينة فعلا إذا كترنا منها بتدعم جهاز التنفس؟ بالضبط، يعني لأنه مثل أي جهاز في مثل ما بيقولوا في غذاء مفضل، في غذاء عندك يا بيضره. هلا هو أول عامل، أول ما يحس الإنسان بأي رغرغة بالحلق، أول قبل ما أن تهاجم هاجم. يعني هاي الفكرة الأساسية، الإنسان عنده مؤشرات بحس بدنه بلش يضعف هالقصص هاي. فهي التغيرات الحرارية كتير إلها علاقة بتنزيل مستوى أداء الجهاز المناعي، خاصة مثلا أنا قاعدة بجو دافي طلعت شميت هواء بارد، تمام؟ هاي اللي بتعمل أول تضعيف للجهاز المناعي، خاصة بمنطقة الجيوب والحلق. تمام. قاعدين مثلا طلاب بالمدارس، لقط الولد الهي، هذا بيعتمد ليش رفيقه ما لقط قريب رفيق الثاني، وهذا لقط لأنه هذا دال عنده ناقص. خاصة الأطفال اللي بنيتهم ضعيفة شوي، لأنه مستوى التخزين بفيتامين دال بيكون بالخلايا الدهنية، مو يعني إنه نحن عم نعزز السمنة عند الأطفال إطلاقاً لا، لكن في بنية ضعيفة لازم نشيك الأهالي عليها على مستوى فيتامينات دال. هلأ الفكرة الأساسية اللي بدي أحكي عليها، أول ما تهجم المدارس أو مثلاً بداية الفصل الثاني أو الأمور هاي كلياتها، كتير بندعم بنقوط للولاد الصغار عندها أو الأطفال بنقوط فيتامين دال، بحيث انه يكون عندي اياها انه قابل للامتصاص وتفعيله، لانه هلا الشمس مو مثل قبل عنا اياها. النقطه الثانيه، وقت اجي لعند امه قال لها ماما حلقي عم يوجعني، لازم يكون بالبيت ضروري نقوط اسمه نقوط العكبر. العكبر اول ما بيصير عندي الرغرغه وهيك بيوقف القريب كله يفوت على جهازه التنفسي. حلو. والجيوب والمجاري التنفسيه واللواز، مدى ما وقفتي ما عاد انتقل لجهاز التنفسي، لأنه مراحل انتقال الالتهاب بيجي من المناطق العلوية بجهاز التنفسي ومن ثم بينزل على العصبات والرئتين. وأخطر أنه وقت بيحتاج الولد صار إلى أدوية التهاب، فأول دواء التهاب طبيعي بيجنن هو عن جد بمفعوله بيوقف هجوم الالتهاب هو نقوط العكبر، فيرغرغ الولد هالأمور هاي. مدى ما بلش الهي فوراً كان كبير ولا صغير، يبلش بسكاكر المنتول مشان يفتح المجرى التنفسي، يحاول مثلا فات على شغله بعد ما شم هواء بارد حس برغرغة هالأمور هاي، لو بخار كاسة الشاي اللي عم يشفوت بخار ساخن الإنسان على جيوبه. فهي كتير بتوقف الأمور هاي. مو ضد أنا أبدا حبة سيتامول صغيرة تهاجم الأمور هاي، مو لأنه السيتامول معروف أنه هو له عامل تسكيني، لكن بالفعل بتقولي أنه بالبداية بيقدر يعمل مفعول شيء يوقف هجوم القريب على الجسم. تمام. النقطة الثانية اللي بدنا نقول فيها، وقت بيصير عندي إياها صار الرشح والالتهاب، حتى نمنع انتقاله للجهاز التنفسي، خاصة نحن ببلادنا السعلة إذا فاتت على الطفل ما بتغادره لشهر، وخاصة إذا كان في عنا مشاكل ربو تحسسي أو هيك وهالأمور هي. عدم تهوية بالبيوت. بالضبط، هذا منقول معلقة الطحينة يومياً على الريق تمنع انتقال الجراثيم والفيروس عندها لنهاية الجهاز التنفسي للأصابات وللرئتين. فهي بتكون كمان وقاية بالنسبة لنا. تمام، يعني أفكار كتير ظريفة. وبيقولوا إنه العكبر لازم تعطيها للطفل يلي بيروح على المدرسة طيلة الشتاء. بالضبط، يعني لأنه هو وقاية وعلاج، يعني طبعا. أبدا مثل سد مناعي دكتورة، هو بيبلعه للأكبر، في يبلعه وبيبطء تحطه بتمه وعندك ياوي رغرغ. هلا حتى في مستحضرات، في مستحضرات كثيرة للأطفال، وفي منها عم يخلطوها بالمنتول، يعني صح. حتى مطهر لكل شيء بالفم عنا يعني. ممكن تكون كثير مفيدة. اليوم قلتي لنا أنه عندي وصفة للمذيعين، إيه فإذا في مذيعين عم تحضرونا بغنوا هي وكذا. هلا حكيتها، هي معلقة طحينة على الريق، هي الرائعة للحبال الصوتية. أوكي. نقطة ثانية، في عنا بالأسبوع مرتين حبة فيتامين إي،
هي ما في مثلها لمرونة الحبال الصوتية. حلو. حتى الحبال الصوتية تشيخ، ومين تشيخ قبل اللي بيستعملها أكثر بموجات عالية وواطية، يعني مثل الأستاذ مثل المذيع بيحاول إنه يعلي صوته ويوطي، لغير المطربين طبعاً وهالأمور هاي كلياتها. فبس المرونة الحبل الصوتي بيعتمد على نسبة فيتامين إي عندي إياها، والنقطة الثانية المواد اللي بتلين لك الحبل الصوتي مثل الطحينة اللي بتمنع عندك إياها التهاب الحبال الصوتية. تمام. أنا توقعت إنه بدك تحكي على شي نوع من المشروبات، لأنه هلأ أغلبية الناس بتلاقي السعلة شغالة، يعني بتفوتي على مدرسة بتخوف السعلة الأولاد، حتى نحن ككبار وقت عم نمرض عم بتطول كتير السعلة، بتلاقي كتار أشخاص بيستعملوا أعشاب معينة إنه هاي رح تساعدني البريء. في اعشاب عم تزيد الحاله. صح. ففي شيء فعليا هو نحن عم الزعتر البري رائع للجهاز التنفسي، بس في فئه من الناس لها حساسيه شديده عليه. أوكي. فبيزيد هذا الموضوع. من احد الاخطاء الشائعه اني انا استخدم فيتامين سي وقت يكون في عندي سعال حاد ليلي، يعني مثلا عصير برتقال للطفل عم يسعل، هالامور هي بتنشط له بتهيج له. المشروبات الساخنه اللي اهمها هي اليانسون والنعنع، هي رائعه لتهدئه السعال بالليل عند الاطفال وعند الكبار. تمام. يعني اذا هجمت علي سعاله غلط جدا ارفع فيها فيتامين سي، لانه حيزيد عندي اياها حده السعال، مو لانه هي عندك، يعني لانه نحن عندنا في شغله كثير اساسيه، عندنا هلا نشاط مناعي بلغمي هون، الكريات البيضاء تتكاثر اكثر مع فيتامين سي، فالبلغم بيزداد بالصدر، خاصه اذا في بلغم هلا ناشف، فبيسد المجاري التنفسيه. هلا الشيء اللي بيفيدني لتوقيف حده السعال بالليل هو اليانسون كمشروب ساخن، معظم المشروبات الساخنه مفيده. والنعم. حتى انا بقول لهم دهن ماده المنتول اللي هي على صدر الولد وعلى ظهره للرضع وللهالامور هي، لانه احيانا بتلاقي طفل عم يسعل وهو مو بيسن انك تعطيه وصفات وهالامور. صحيح. هي هذا بيلبك الام جدا، فدهن الامور هي عندك اياها كثير رائعه، لانه هي بالنسبه له بتريحه بالسعال. وما لها تاثيرات جانبيه. ايه. ودهن القدمين للطفل او للكبار بالفازلين وشرب الجراب كمان بيهدئ من موجه السعله، وهي وصفه صينيه. بس الفكره الاساسيه انه انا اللي بيهمني امره انا خفف تكاثر، اذا كان في بلغم ناشف وهيك ما يحاولوا ينشطوه بفيتامين سي. هي الفكره. بس خاصه اللي عنده ارضيه تحسسيه او عنده ربو، يعني عنده ارتكاس بجهاز المناعه مبالغ فيه، وانا جاي عم بعطيه فيتامين سي، فبيصير كثير اوفر دوز بهذا الموضوع بما يتعلق بانقسام الكريات البيض اللي شرحت عنه الدكتوره. طيب نروح لقصه ثانيه، مرض الانسان مرضى ان شاء الله سلامه الجميع، اخذ كورس ادويه التهاب، اخذ كورس مسكنات، تعافى من المرضى. بيقولوا انه ادويه الالتهاب والمسكنات كثير بتضعف اداء. صح. جهاز المناعه. صح. وبتقتل الفلورا المعويه. شو الحل بالنظام الغذائي لنرجع نعزز جهاز المناعة وندعمه؟ بالضبط. بالفعل أي إنسان تعرض أو أي طفل تعرض لكورس التهاب لازم يحسن بالبروبايوتيك تبع الأمعاء، تبع فلورة الأمعاء. هي بتيجي بقطعة مخلل صغيرة يومياً عندي إياها بعد كورس الالتهاب، أو معالق اللبن، لأنه نحن أسعار الحبوب هي بتكون أعدادها بالبليون بكتيريا عندك إياها، فما بتكون كتير متوفرة نحن ببلادنا. فمعلقة لبن يومياً عندي إياها قبل النوم. النقطة الثانية بالنسبة لنا قطعة مخلل الملفوف بالذات بتحسن فلورة الأمعاء وبترجع بتعيد التوازن تبعها. تمام. النقطة اللي بدي أقول لها على سيرة أدوية الالتهاب اللي جبت سيرتها، إنه في عنا بدائل لشيء اسمه كمان بدائل أدوية الربو التحسسي، لأنه هلأ الكورتيزونات وهي خاصة إذا إجت هجمة على طفل عنده موجات ربو تحسسي، والكورتيزون كتير كتير خطر على نمو الأطفال، خاصة إذا كانت عندك يا نسبة تكرر هيك جرعات كتير عالية، بتلاقي وشه قمري صار. صحيح. تأثر نمو الطولي تبعه. المهم نحن منقول في أشياء طبيعية جدا عندي إياها، هي مثل أدوية التهاب طبيعية للمجرى تبع القصبي، إنا حكينا العكبر للحلق والبلعوم وهالأمور هاي والمجاري التنفسية اللي هي العلوية، لكن نحن منقول للقصبات والرئتين والهيك بدائل الكورتيزون عندي إياها، مو بدنا نقول بدائل هي البدائل طبعا مع وصفة الطبيب، لكن هي بتخفف لهم الهجمات. نحن منقول الكبش القرنفل يوميا، هذا اسمه مثل ما بيقولوا في مواد تشبه عمل الكورتيزون وليست فيها كورتيزون، مثل لبان الذكر والكبش القرنفل، وفي ماده كمان رائعه هي عرق السوس. تمام. يعني الاطفال عندي اياها
بتتعرض لشيء اسمه هجمات ربو، هي لازم تكون فايته بأنماط غذائيه. دكتوره كيف يتم تناولها؟ هلا نحن بودره عرق السوس فينا نجففها وهيك ونحطها عندي اياها، بالنسبه لانه في نحن عواد نص اسمه السوس يعني رائع كثير بتحب الولد، لا يقولوا لي بيرتفع ضغط الولد ما كثير عنده متعرض لارتفاع ضغط الدم، هي فيها بتخفف له للطفل الهجمه الربو التحسسي، حتى لو الكبار اذا كان في عندهم توازن بجهه بالضغط تبعهم كثير رائع لهم، هو كبش القرنفل والسوس. والنقطه الثانيه عندي اياها لبان الذكر، حتى لبان الذكر بيدوب البلغم الجاف يعني كثير رائع وبيرفع نسبه عندك اياها انه وظيفه الرئه، فبتفتح الرئه عندي اياها، حتى بكورونا نحن وقت تنقص وظائف الرئه فبتلاقي حالك انك ارتفعت عندي اياها، تحسن الاكسجه بهالمنطقه هي كلياتها، فهي مثل ما بيقولوا مثل ادويه التهاب طبيعيه وبنفس الوقت بتوقف انتشار الالتهاب وكمان مواد وقائيه جدا لهجمات الربو التحسسي عند الاطفال. حلو كثير، يعني عن جد افكار كثير مميزه، بتمنى انه كل الاشخاص اللي عم يشوفونا يستفيدوا منها، وانا العكبر بالزمانات انت حكيتي لي الكلمه وجربتها وعن جد استفدت كثير، اول ما حسيت انه في شيء بلشت هو المضاد الالتهاب الحيوي اللي بتحط رب العالمين بيعطيه للنحله ليحافظ على تعقيم العسل، فما بالك يعني شو اموره بالجسم. تمام، كأغذية فينا نقول إنه في أطعمة معينة ممكن هي تزيد من حالة السعال، فينا نحن إنه ما نتناول هاي المأكولات لأنه هي عم تزيد الحالة، وفي مأكولات هي ممكن تهدي من القصة. بالضبط، اللي بيزيد حالة السعال أي مأكولات فيها سكر عالي جدا، هذا كتير بيرمل عملية السعال. حكينا عن الفيتامين سي، مو صح علاج زيادة نسبة جرعات الأكلات اللي فيه فيتامين سي بفترة السعال الحاد. النقطة اللي بيقول إن إحنا بتخفف الهي أي شغلات المرخية العضلية، يعني شغلات اللي فيها نسبة المغنيسيوم بالنسبة لأن الموزة اليانسون بيهدئ العضلات تبع القصبات، النعناع هدول رائعين. هلا اللبن في اختلاف عليه لأنه اللبن بيقدر يزيد البلغم أحيانا، بس هو كمان مرخي عضلي، بس إذا ما كان في عندي سعلة جافة وفيها قشع وهالأمور هي، اللبن بيهدئ الأمور هي إذا ما ارتفق بشيء اسمه جفاف وقشع كثير سميك. النقطة الثانية كمان نحن بنقول حكينا إنه أهم شيء إنه يكون الكولون سليم. هلا أنا بالنسبة لي الأكلات اللي بتفيد طول ما أنت عندك كولونك ممشي أموره فضلاته ما عاد في سموم دخلت على الدم وهالأمور هي كلياتها، طيب. فأنا بقول كمان إنه الكولون وهتكون مرتاح حالات الإمساك كثير بتزود عندي عملية الانقباض لمنطقة حتى عضلة الحجاب الحاجز، فنحن بنقول كل شيء بيريح المعدة بيريح القفص الصدري والرئتين. للمدخنين كثير باكد على وصفه لبان الذكر، هي بتنظف الرئتين من الاطران والامور هي، باكد كثير كمان على شيء اسمه انه الانسان المدخن بده ينتبه على مناعه رئتينه اكثر من اي انسان عادي، فمو غلط ابدا قبل السيجاره وبعد السيجاره يرطب تمه بشويه مي، يعني بتخفف نسبة النيكوتين اللي بتجي وبتنزل عنده إياه، حتى بيصير عنده لأنه باللعاب نسبة معينة من النيكوتين بعد شوي بترجع بتنزل على جهازه التنفسي بشكل، فهذا الأمور هي كلياتها ننتبه عليها. ما ضل غير نشكرك كثير لوجودك معنا، ونتمنى الصحة والسلامة لكل المشاهدين وأطفالهم اللي عم يتابعونا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. شكرا لك دكتورة ثواب، أهلا وسهلا فيكي.